يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سؤال: ما المقصود من العلم في هذا الحديث؟ هل هو العلم الشرعي أم العلم الشرعي والدنيوي؟ كلام الرسول وما جاء في القرآن أو في السنة من مدح العلم وأهله والحث عليه، المراد به العلم الشرعي، مراد به العلم الشرعي الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.